تصدر اسم الفنان عبد الله السدحان مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفوا معنا على السبب. الفنان السعودي عبد الله السدحان تعرض خلال الساعات الماضية لإصابة أثناء مسلسله الجديد. تصدر اسم الفنان عبد الله السدحان مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفوا معنا على السبب. الفنان السعودي عبد الله السدحان تعرض خلال الساعات الماضية لإصابة أثناء تصوير مسلسله الجديد نقطة من أول السطر. ونشر عبد الله السدحان عبر حسابه بتطبيق سناب شات أكثر من مقطع فيديو يكشف فيه عن تعرضه لإصابة في الوجه، حيث ظهر بوجه منتفخ بسبب تلك الإصابة التي تعرض لها. ولم يكشف عبد الله السدحان عن أي تفاصيل للحادث، لكنه حرص على طمأنة الجمهور، فقال السدحان في الفيديو الذي نشره عبر سناب شات: للأسف تعرضت لإصابة في وجهي، الحمد لله على كل حال لقد خرجت من أجل أن أكشف لكم على ما تعرضت له حتى لا تطرح أسئلة حول سبب اختفاء أخيكم عبد الله السدحان. وأكد عبد الله السدحان استمراره في تصوير مسلسله الجديد نقطة من أول السطر، والذي يشارك في بطولته والمقرر عرضه في رمضان القادم. وعبد الله السدحان ممثل ومنتج وكاتب سعودي دخل الفن في عمر مبكر، حيث شارك بعدد من المسرحيات خلال دراسته في جامعة الملك سعود، وبعدها توجه للتلفاز وشارك بعدد من الأعمال التي كانت كفيلة بانطلاقته الفنية. ومن أبرز أعمال عبد الله السدحان المسلسل الكوميدي الأشهر عربياً طاش ما طاش، كانت بداية مشواره الفني في فترة السبعينيات من القرن الماضي من خلال مشاركته في بعض الأعمال المسرحية والدرامية، وكان أول مسلسل شارك به هو مسلسل أيام لا تنسى عام 1994، وكان من تأليف إبراهيم الناصر وإخراج سعد الفريح. وفي عام 1982 شارك في مسلسل شهر الخير. وفي عام 1985 شارك عبد الله السدحان في مسلسلي ليحو شك حبروك وعودة عصويد. وفي عام 1989 شارك في مسلسل عيون ترقب الزمن. وفي فترة التسعينات شارك في مسلسل بداية النهاية مع الفنان ناصر القصبي. وفي عام 1991 شارك في مسلسل حكايات قصيرة. وفي عام 1992 شارك في بطولة مسلسل أبو مشعاب إلى جانب ناصر القصبي ويوسف الجراح وإخراج عامر الحمود. وشهد عام 1993 انطلاقة الموسم الأول من المسلسل الأشهر عربياً وعالمياً طاش مطاش، والذي كان من بطولته إلى جانب ناصر القصبي.